يهمنا دائما نحن نطلعكم ونستعرض معاكم كثير من القرارات المحدثة. واليوم مشاهدينا الكرام نظام الاستثمار المحدث واللي يمهد الطريق لمستقبل الاستثمار في المملكة ويهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية من خلال حقوق واضحة وتعزيز للمنافسة العادلة وتيسير البيئة التنظيمية في ظل رؤية السعودية 2030. للحديث أكثر حول هذا النظام معنا في الاستوديو الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام. أهلا وسهلا فيك دكتور. حياك الله دكتور. الله يسلمك. سعيد جدا بالتواجد. يا أهلا وسهلا دكتور. خلينا في البداية ناخذ نبذة سريعة عن الاستثمار بشكل عام في السعودية. طبعا ما في شك أنه لما نتكلم عن الاستثمار فإحنا بنتكلم بصراحة على عنصر مهم جدا لبناء اقتصاد مزدهر. اليوم ما في دولة حابة أن هي يكون عندها نمو مستمر وتقدم حقيقي، لا بد يكون عندها أنظمة تدعم وتجذب الاستثمار والتنافسية في الاستثمار، سواء ما بين المستثمر الأجنبي أو المستثمر المحلي. المملكة في السنوات الأخيرة، خلينا نقول سنوات ما بعد إطلاق الرؤية، أصبح عندنا صراحة تحول كبير جدا في مسألة النسب اليوم اللي احنا موجودة عندنا من الاستثمار الأجنبي المباشر. من عام 2017 حتى 2023 أصبح عندنا نمو في الاستثمار الأجنبي المباشر 61%. لو قارنا فقط سنة 23 بعام 2017 حنجد أنه عندنا نمو في الاستثمار الأجنبي المباشر 158%. وهذا ما كان بيحدث لولا أنه هناك فعلا دعم كبير جدا من الجهات المختلفة ومن الدولة في ظل الرؤية أنه تكون فعلا المملكة بيئة تنافسية، بيئة فيها كثير من المشروعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي، واصبحنا اليوم بنلمسها. ما يميز الاستثمار أو أهمية الاستثمار بالتحديد أنه محرك لمؤشرات اقتصادية أخرى. يعني اليوم أنت لما تحضر الاستثمار الأجنبي وتمكن الاستثمار المحلي، فمعناته أنت حتساعد في مؤشرات البطالة، تبدأ في الانخفاض لأنه حيصبح عندك خلق في الوظائف. ليه بنقول جاذبية؟ لأنه الجاذبية بتعطي الاستدامة، وهذا أمر مهم اليوم عندنا في الرؤية. لابد يكون عندنا استدامة، يعني مو هدفنا الحقيقة فقط أن نخلق وظيفة في وقت محدد، نريد أن يكون عندنا استدامة في خلق الوظائف يتوافق مع حجم الخريجين، مع حجم عدد السكان المستقبلي وغيره. فبالتالي الاستثمار الأجنبي يساعدك في مثل هذا الأمر. غير كذا أن أنت اليوم تبغى تتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد العصري، وعشان تروح للاقتصاد العصري لابد أن يكون عندك استثمارات نوعية. المملكة في السنوات السابقة يعني أنشأت مجموعة من المدن الخاصة، خلينا نقول المدن الصناعية الخاصة اللي بتستهدف صناعات نوعية مثل صناعة السيارات، الصناعات العسكرية، الصناعات التعدين وغيرها من الصناعات الوطنية والصناعات الوطنية المختلفة، وبتدعم حقيقة في هذا المجال اللي هو تمكين المستثمر المحلي كمان. غير كذا أنت تحتاج أنك تستقطب التقنية. من فين نجيب التقنية؟ بأنك تتيح المجال للمستثمر الأجنبي أنه يشارك الحقيقة في التنمية الوطنية مع إعطاء محفزات نوعية. طيب أنت اليوم إيش أهم حاجة للمستثمر؟ أهم حاجة للمستثمر أن يشعر أن هناك نظام يدعم هذا المستثمر، شفافية، وضوح، عدالة، تساوي في مرونة. الحقوق والواجبات، مرونة، هذا كله الحقيقة موجود عندنا. حتى لاحظوا معايا من انطلاق الرؤية إلى اليوم كثير من التنظيمات والأشرعة تغيرت. صحيح. والتطوير موجود، وبالتالي خليني استوقف كده يعني هذه مرونة جيدة جدا. يعني الآخر جملة قلتها، يعني هذا يضطرنا لسؤال، نعرف الفرق ما بين نظام الاستثمار الأجنبي الذي أطلق في عام 2021 على ما أعتقد وبين هذا النظام الاستثماري المحدث. أبرز النقاط المختلفة. النظام اليوم يلغي أولا نظام الاستثمار الأجنبي، لأنه هذاك النظام اللي في عام 2021 كان فقط يركز على الاستثمار الأجنبي. اليوم أصبح هناك في كلا الاستثمارات سواء أجنبي أو محلي تحت نظام واحد اللي هو نظام الاستثمار. النظام هذا قبل إطلاقه أولا مر في مراحل الحقيقة خليني أقول موضوعية ومنهجية صحيحة. أولا الدراسات الاستشهادية بدراسات معيارية من دول في مجموعة العشرين، وأيضا واجهت نفس التحديات في عملية الاستثمار ونجحت في النجاح منها مثل الولايات المتحدة الأمريكية، سنغافورة، إندونيسيا، وفي المنطقة عندنا الإمارات العربية المتحدة، 6 دول. صحيح. بداية من دراسة الوضع. هذه تعتبر نماذج يعني. هذه نماذج أخذوا كمراجع يعني نعرف كيف كان الاستثمار عندهم وين وصل اليوم. بدأنا بدراسة الوضع الحالي في السعودية، بعد كذا انتقلنا لمرحلة الدراسات المعيارية عشان نشوف إيش هي المقاييس الدولية المفترض إحنا نكون عليها، لحد ما تم تحديث هذا النظام وإصداره. من مميزات هذا النظام اللي هو زي ما قلنا المساواة في الحقوق والواجبات بين المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي، أيضا الشفافية والوضوح. هتلاحظ أنه
النظام بسيط وسهل حقيقة وفهمه سهل قراءته، يمكن حوالي 6-7 صفحات. ألغوا حاجة اسمها ترخيص العمل أو ترخيص الاستثمار. اليوم أصبح المستثمر الأجنبي يروح يسجل في السجل الوطني للاستثمار الموجود في وزارة الاستثمار، وهذا حقيقة بيسرع الإجراءات عندك. الأمر الآخر سهولة في عملية تحويل مدخرات المستثمر الأجنبي اللي هي عوائد من الاستثمار بالعملة المحلية أو بأي عملة معترف فيها. التعاملات المالية تكون سهلة. التعاملات المالية أصبحت سريعة وسهلة، وأيضا يعني خليني أقول تعطي المستثمر الأجنبي ثقة في أنه هو تحت مظلة نظام سهل وبسيط يساعده على أنه يجي يستثمر أمواله. خليني أشير لنقطة مهمة، إحنا أطلقنا في عام 21 الخطة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. الهدف الأساسي من الاستراتيجية هذه أنه نضاعف من حجم الاستثمارات حتى عام 2030 3 مرات، نضاعف حجم الاستثمارات، ونضاعف الاستثمار السنوي 20 مرة، ونريد أن نصل ب يعني حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية من 20% في عام 2019 إلى 30% في عام 2030. فلاحظ الحقيقة الخطة الاستراتيجية الوطنية تتوافق مع تحديث النظام. غير كذا لو رحنا للخطة للاستراتيجية الوطنية للصناعة، أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للصناعة من أجل دعم 12 صناعة نوعية، منها زي ما ذكرنا صناعة السيارات، صناعة الأمور العسكرية وغيرها من صناعة التعدين. ففي عندنا الحقيقة مجموعة من الصناعات النوعية اللي نبغى ندعمها. فلاحظوا أنه الاستراتيجيات اليوم أنت بتسهل عليها من خلال إطلاق مثل هذه الأنظمة اللي بتساعد في عملية أنك أنت تكون جاذب للاستثمار الأجنبي، وفي نفس الوقت دائما إحنا بنربط مسألة تمكين المستثمر المحلي، لأن المستثمر المحلي في النهاية أيضا هدف رئيسي بالنسبة له. في رؤوس أموال كبيرة يعني في البلد، يعني لو استفدنا منها كاستثمار محلي. وغير كذا أنت أصلا دائما الاستثمار المحلي هو فعليا بيكون دائما هو المحرك الرئيسي، لأنه في نهاية الأمر إحنا بنعرف عنده حرص أكبر في عملية توظيف السعوديين، عنده حرص أكبر في عملية تمكين القيادات واكتساب الخبرة، وبالتالي تصبح عندك فعلا صنع في السعودية وبالتالي بأيدي السعودية، وهذا هو الهدف الرئيسي في النهاية. فما في شك أنه في أمور كثيرة الحقيقة أنا أعتقد أنه هذا النظام حيساعد عليها. كان عندنا مستهدف في عام 23 أن نصل بحجم الاستثمار الأجنبي إلى 22 مليار، إحنا جبنا 19 مليار، أقل من يعني أقل من المستهدف. لكن أتوقع أنه بعد إطلاق النظام المحدث احنا حنحقق يعني اهدافنا الاستراتيجيه حتى عام 2030، لانه حيساعد بشكل كبير في هذا الامر. طيب دكتور، الان مع هذه الانظمه وتحديث الانظمه، يعني احنا نتكلم الان في الاستثمار بشكل عام، لما يقول لك حدث النظام معناته اضيفت ميزات، خلاص هذا اللي وارد. فكيف نقدر نتكلم عن الفرص الاستثماريه اللي حتكون موجوده في المملكه، خصوصا في ركائز اصلا عندنا جاذبه؟ يا سلام، هذا جدا مهم. انه احنا اليوم اولا زي ما ذكرنا عندنا مدن خاصه، هذه المدن الخاصه هي بتستهدف نوع معين من الاستثمارات. مثل هذا النظام المحدث حيساعد كثير في جذب هذه الاستثمارات النوعية. المحفزات مهمة جدا للمستثمر. أي مستثمر اليوم يهمه إيش المحفزات اللي بتقدمها لي كدولة وكبلد. ما في شك إنه إحنا في منطقة الخليج أهم ميزة عندنا هي الموقع الاستراتيجي، موقعنا الجغرافي جدا مهم. الأمر الثاني، أصبح بالنسبة للمستثمر المملكة لديها رؤية واضحة. يعني في السابق يمكن ما كان عندنا هدف، المستثمر الأجنبي استثماري وين رايح؟ اليوم لا، احنا قاعدين ما في ضبابية، كل شيء واضح. الآن أصبحت الأمور واضحة، احنا نبغى المستثمر الأجنبي لأنه عندنا الخطة الاستراتيجية هذه تستهدف 1-2-3 من الصناعات. نبغى الصناعات هذه تكون أو هذه الصناعات تنتقل من الاكتفاء المحلي إلى أنه نصدرها لجهات أخرى. فأصبح للمستثمر حقيقة عنده رغبة أنه يحضر للمملكة، عنده رغبة أنه يشارك بقوة. أصبحت بالنسبة له فرص، لأنه في نهاية الأمر المستثمر يبحث عن الربحية. صحيح. فغير كذا أنت تبغى تكون أسواقك في سواء في أفريقيا في أوروبا، يعني نقطة وصل مهمة جدا لأي مستثمر قادم من الشرق، والعكس تماما للمستثمر الأجنبي القادم من الغرب، حتكون أيضا أسواق جديدة حتفتحها في الشرق الآسيوي. وبالتالي ما في شك موقعنا الجغرافي من أهم المزايا الاستثمارية. صحيح. يعني إحنا نملك كافة المقومات دكتور لأن نصل إلى ما نصب إليه من مستهدفات 2030 في قوة الاستثمار المحلي والأجنبي، خصوصا الثورة التقنية وسرعة الإجراءات التي تحدث عنها العالم. شكرا لك الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام.